بالنسبة إليك الصرف أولوية لشو عندك؟ بتصرفي على شو أكثر شيء؟ ضفيري. بتصرفي على ضفيرك؟ ممكن نحكي مصروف على الضفير؟ إيه؟ قد إيه النسبة من مدخولك بتروح على ضفيرك؟ يعني ممكن 60% تقريباً. قد إيه؟ 60% من مصروفي بروح على ضفيري، مبالغ يعني. إيه بحب شوفهم والعالم تشوفهم إنه هن كتير حلوين. بس الضفير ما بكلفوا هالقد؟ بكلفوا هالقد لأن أنا ما بكتفي إنه مثلاً بعمل لنقول ديزاين بشي معين، يومين خلص درجت منه بدي أعمل شي جديد. إدمان يعني ما بقدر، بدي أشوف ضفيري كتير حلوين. عشو بتروح ميزانية الاعتناء بالأظافر تحديداً؟ عشو بتروح؟ عندك الأكسسوارز اللي بيحطوه، الديزاينات اللي بيرسموها، كله هيدا بكلف. إنه ربع ساعة، تل ساعة بتزبطيهم وبتخلصي؟ خمس ساعات. بتقعدي خمس ساعات على ضفيري؟ إيه خمس ساعات. وكوني كتير مبسوطة. خمس ساعات تعملي على ضفيرك ونهارك الباقي شو بتعملي فيه؟ يعني هلا أنا بيكون عندي خلص هدول النهارين بالجمعة خلص مزبطة ولادي أكلون وكل شيء بروح. متى ما في نهار مرة بتروح تعمل شوبينج، أنا عندي نهار كامل لضفيري. إذا كان المصاري مش متوافرة هلا هيك انا اكيد عاملي عندي كل الاغراض حتى اذا انا بحال اني كنت بهيك وضع اقدر انا اعتني فيهم، بس اكيد ما بكون كثير مبسوطه لانه ما بقدر اطلع النتيجه اللي انا بدي اياها. يعني ممكن المراه تحرم حالها من امور كرمال هواياتها، كرمال شو بتحب، كرمال شو بدها؟ ايه اكيد بحرم من كثير قصص. من شو بتحرمي حالك؟ يعني كرمال ضفيري مثلا ممكن جيم، ممكن تأمين للأولاد، وأجلته أنا، اتصلوا فيني أنه صار موعد وهيك أجلته، أنا قلت ما حيصير شيء أسبوعين منشان أنا في ضفيري بدي أعملهم. أهم من شو؟ من تأمين الأولاد، أنه بيعتبر أنه هو تأجيله ما حي يعني ما حيأثر، أنه بالنهاية أكيد الأولوية لأولادي ولعائلتي، بس تأكد أنه ما بيصير أي بروبلم رح أعمل ضفيري وانبسط فيه وارتحت نفسيتي. إذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير، ولمزيد من الفيديوز سبسكرايب بقناة مالك مكتبي الرسمية، تيرن اون نوتيفيكيشنز لتعرفوا كل شيء حصري بيصدر على القناة، تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا.